جدا لكل من التحق بنا في السماع حديث التوانسة في فقرة حديث الساعة مع نعيمة كالعادة. صباح النور نعيمة، مرحبا. صباح الورد والياسمين شهاب ونجم ومستمعي الإذاعة الوطنية. في حديثنا لليوم مش نبدأ برئيس الجمهورية قيس سعيد اللي كان التقى الأسبوع الفارط بوزير الداخلية خالد النوري وكاتب الدولة لدى وزير الداخلية المكلف بالأمن الوطني سفيان بالصادق، وأكد خلال اللقاء هذا على أنه اختيار المسؤولين في المستوى الوطني وفي المستويين الجهوي والمحلي يكون على أساس الولاء لتونس وحدها وعلى أساس كذلك الشعور مفعم بالمسؤولية فضلا عن الاستقامة والبذل غير المحدود. باش نتحدثوا زادة على الاجتماع اللي صار تونسي الليبي بخصوص إعادة فتح معبر راس الجدير، كانت فيها بحث الآليات معناها باش يتم اعتمادها لكن ما توصلوش الاتفاق نهائي بخصوص إعادة فتح المعبر. باش يكون معنا عبر الهاتف رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير باش نتحدثوا معاه على آخر الأخبار وآخر التفاصيل في الموضوع هذا. كيف شركة اللحوم بالوردية كانت انطلقت نهار 8 في بيع أضاحي العيد حسب الأصداء أنه صار شوية اكتظاظ معناها وبرشا ناس مشيت من الصباح وما خلطتش باش تشري اللحم. باش نشوفوا من نهار 8 لليوم قداش من أضحية تباعت وشنية آخر التفاصيل معناها بخصوص الموضوع هذا، وكان فما إشكاليات وإلا لا. وعلى الصعيد العالمي ما نجموش ما نحكيوش على مجزرة النصيرات اللي استشهد على إثرها 274 فلسطيني بالإضافة إلى إصابة العشرات. هي عملية قاموا بها الجيش الاحتلال الصهيوني باش يحرر 4 أسرى. وكيف زادة باش نتحدثوا على أعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حل البرلمان وتنظيم انتخابات تشريعية جديدة على إثر فوز اليمين المتطرف الفرنسي في الانتخابات الأوروبية بفارق كبير عن معسكر الغالبية الرئاسية. كل هذه المواضيع نتابعها في فقرة حديث الساعة. المشهد الآن حديث الساعة. حديثنا لليوم باش نبداوه باستقبال رئيس الجمهورية قيس سعيد نهار الخميس 6 جوان في قصر قرطاج وزير الداخلية خالد النوري وكاتب الدولة لدى وزير الداخلية المكلف بالأمن الوطني خالد النوري. رئيس الجمهورية قيس سعيد كان أكد خلال اللقاء هذا على ضرورة مضاعفة الجهود بهدف التصدي لكل أنواع الجريمة في ظل الاحترام الكامل للحقوق وللحريات ولكرامة الذات البشرية. رئيس الجمهورية كان تعرض زادة لبرشة أحداث شهدتها تونس في المدة الأخيرة ودعا المزيد اليقظة وتحميل المسؤولية كاملة لمن يقف وراء الظاهرات يعني الأحداث هذه، واللي قال أنه قام بها بهدف افتعال الأزمات وقال أنه برشة من الأحداث اللي صارت ما هيش طبيعية وما هيش بريئة والهدف منها زعزعة الاستقرار وبث الفوضى لغايات انتخابية مفضوحة وفق عفوا تعبير رئيس الجمهورية قيس سعيد. في صعيد آخر كان أكد على أنه اختيار المسؤولين في المستوى الوطني وفي المستويين الجهوي والمحلي يكون على أساس الولاء لتونس وحدها وعلى أساس الشعور المفعم بالمسؤولية. وهنية برشا تحدثوا على الشعور نجم وشهاب اللي حاصل في بعض الولايات على مستوى الولاية. هو الأمور تفهم بأضدادها ولو أنه هذه هي الفقرة الأخيرة في الخبر، ولكن فيها تصريح ضمني وأنه ما فماش رضا كبير على أداء العدد من المسؤولين. رئيس الجمهورية أكد أنه ضروري أن يتم اختيار المسؤولين في المستوى الوطني وفي المستويين الجهوي والمحلي على أساس الولاء لتونس وحدها وعلى أساس الشعور المفعم بالمسؤولية فضلا عن الاستقامة والبذل غير المحدود. وكأنه نجم اللي صاير اليوم يتناقض مع ما دعا إليه رئيس الجمهورية، وهذا أثبتته عديد المحطات من خلال التفاوت في السرعات اللي حكينا فيه.
هو صحيح الكلام هذه حمال لعدة قراءات، منها القراءة هذه لعدم رضا، تقول على دم رضا على أداء عديد المسؤولين الجهويين المحليين، وهذا يشيب قرب معناها إجراء تعديل ولا تحوير. التحوير هذايا ولا تعديل منتظر عنده برشا، باعتبار أن ثلث ولايات الجمهورية تو عندهم فترة، ثم حتى في الكيف مثلا عندها عامين ما غير والي، والأكيد أنه في الفترة القريبة القادمة باش يجي تحوير ولا تعديل ولا تسوية وضعيات الولايات هذوما الثمانية اللي هما ثلث ولايات الجمهورية، باش يتسماوا عليها ولايات جدد. أيضا ثم حديث قاعد يكثر في الفترة الأخيرة على أداء وتقييم مجموعة من الولايات، وثم غضب من المجتمع المدني من البرلمان زاد أيضا على أداء بعد تقييم أداء بعض أعضاء الحكومة وأيضا بعض الولايات. كذلك في الفترة الأخرانية ثم حديث على الناس اللي قاعدين يتعينوا، وكيفاش اليوم يا رئيس الجمهورية يعطي تقريبا الشروط اللي يجب الاعتماد عليها باش يعينوا مسؤول سواء جهوي ولا على مستوى وطني. ثم كلمة زاد قالها هي الولاء لتونس فقط، معنى ما ثماش انتماءات أخرى، وهذا رد غير معلن على برشا ناس تحكي على تنسيقيات ولا تحكي على ناس مقربين ولا أحزاب مقربين من رئيس الجمهورية، وهذا معناه يضع حد رغم في كل الأطراف ولا في كل الأسام الوسيطة. ثم برشا منهم عندهم ولاء لتونس وحدها وعندهم حب لخدمة تونس رغم الاختلاف في المنطلقات ولا في غيره. الفايدة الناس اللي ديها منظيفة وعقولهم منظيفة زادة، وكذلك عندهم القدرة على تحمل المسؤوليات وحدهم غير ما يقعدوا يستناوا، خاطر ساعات برشا مسؤولين يخافوا وما يتخذوش القرار الواجب في الوقت المناسب، وهذا زادة ما عندهمش بلاصة كبيرة برشا في الإدارة التونسية وفي السلطة التنفيذية تحديدا خلال الفترة هذه اللي فيها برشا تحديات. اللي خاف ما عندوش بلاصة في الإدارة ويشد داره أحسن. بالضبط، وهذا هو اللي المقصود من خلال التنصيص على الشعور المفعم بالمسؤولية، لأنه الأصل الاشتقاقي للكلمة من مسؤول هي المسؤولية، والمسؤولية تحتم. وأنه وحتى رئيس الجمهورية كان دعا الولاد، كان تذكر نجم الدين وحكينا فيه في هذا المنبر، إلى اتخاذ القرارات دون انتظار التعليمات في مرجع النظر بطبيعة الحال، لأنه اليوم نحكيه على الولي مثلا اللي هو ممثل رئيس الجمهورية في مرجع النظر، فمن المهم جدا وأنه يمشي مباشرة إلى الفعل وإلى اتخاذ القرارات بما يتوافق مع القانون، مش يبقى الأداء باهت نستناه زيارات رئيس الجمهورية وقرارات رئيس الجمهورية. حتى من غير الزيارات شهاب تحدث في أكثر من مناسبة كيفاش هو شخصيا تولى التدخل لإعادة الكهرباء ولإعادة الماء ولا إلى في تطوير بعض المستشفيات ولا التدخل العاجل في بعض المستشفيات، رغم هذه ما هيش مهامه المباشرة والحينية. عندها ثم ولايات وثم معتمدين. أيضا شفنا في زيارات رئيس الجمهورية لعديد الجهات تلقى المسؤول الجهوي الأول الوالي أو المعتمد الأول في الفترة الأخرانية يبدأ بهت، معناها ثم حدث ولا تطورات وكأنه في بالوش به هو كل شيء عنده، معناها هو كما رئيس الجمهورية باعتباره موصله في الجهة هذيك، عنده الأمن وعنده كل شيء، معناها توصله التقارير توصله غيره، هو برك ما يتخذش القرار المناسب. أيضا في الإدارة زاد ثم تخوف من الفصل 96 من المجلة الجزائية، الفصل هذايا ماشي للبرلمان ويظل يوصل للبرلمان وباش يتم دراسته باش على الأقل المسؤول يكون محمي كي ياخذ القرار، وزاد ماهوش محمي كي ما يتخذش القرار ويقف وما يديرش إدارته ولا ما يتخذش القرارات اللي يلزم تفيد المواطنين والمتحصلين على الخدمات من الإدارة التونسية. وهو العمل والمسؤولية راه ما تنجمش تكون في إطار العمل المكتبي، يعني من المهم وأن المسؤول يمشي للناس وين هما موجودين ويشوف مشاكلهم وإشكالياتهم. أيضا مهم جدا سد الشغورات قبل الانتخابات الرئاسية المنتظرة، لأنه ما نجموش احنا البلاد تتواصل في ظل هذا الشغور القائم على رأس عدد من الولايات وغيرها.
صحيح صحيح. التعديل هذا بدا كما نقولوا احنا بدا يسخن، وثم علاش معناه يلزم يتم في الفتره هذه، خاطر الفراغات هذه حتى كانت تتم مسدوده مؤقتا، هذا المسؤول الوقتي ما نجمش يسير وما نجمش يدير المسؤوليه ولا يقوم بها، وخاصه هو يعرف لي هو مؤقت ايضا، حتى مش حتى في الولايات بركه، ثم في برشا مديرين عامين ورؤساء مديرين عامين يبدا مكلف بتسيير وهو ماهوش المسؤول الاول مكلف بتسيير بالضبط. معناه هو مؤقت. خليه الناس، معناه تونس مليانه بالكفاءات، حبله ولاده تونس، معناه ثم عديد الكفاءات في الشباب وفي الاكثر ناس اللي عندهم خبره يستناو بركه باش يشدوا المسؤوليه باش يخدموا بلادهم كما مطلوب منهم، وهذاك علاش اللي هي المسؤوليه راهي معناه ماهيش تشريف وتكليف، هي تكليف هي مش تكليف هي تشريف. وانا باش نسالك لهنا على يعني ركزنا شوي فقط على المسؤولين الجهويين وعلى الولاد، احنا لاحظنا حتى من خلال حديثنا في اداء مجلس النواب وفي علاقه بعدد من مشاريع القوانين المعطله، الاشكاليات اللي صايره مع الحكومه ورئاسه الحكومه، هل يفهم من ممن جاء في هذا الخبر على صفحه رئاسه الجمهوريه وانه فيه ممكن تحوير وزاري منتظر للتعديل على مستوى الاداء الحكومي ولا؟ هو التحوير الوزاري راه ماهوش مرتبط بزمن او بغيره، هو بيد بمردوديه نعم، هو مرتبط برئيس الجمهوريه يتاخذ وقت اللي راه معناها عندما تقييمه للاداءات، وعنده لقاءات دوريه دائما تقريبا بكل المسؤولين كل اعضاء الحكومه سواء في مجلس الوزراء سواء في استقبال خاص، ويعرف الاداء وتوصل له معناها التقييمات وغيرهم، ويعرف الانسجام ويعرف التضامن ما بين أعضاء الحكومة وشكون ما يمشيش في التضامن هذا، هذاك علاش معناها الرئيس هو موجود باش يغير حكومته كلما تطلب الأمر ذلك، وماهوش مربوط بزمن تعدى 100 يوم ولا تعدى 6 أشهر ولا 7 أشهر، ينجم واحد يطول ينجم واحد ما يطولش، والفرق ما بيناتهم هي المردودية. ولكن في نظام ولكن في نظام رئاسي من المفترض وأنه يكون فيه تناغم، ما فيش تفاوت في السرعة. صحيح. يعني اليوم اللي صاير وأنه فيه تعطيلات على مستوى تنفيذ قرارات رئيس الجمهورية، وهذا شفناه آخرهم الشيك دون رصيد للموضوع اللي بقي معلقا في انتظار ما سيطرأ. هو هذا صحيح، خاصة بالنسبة للموضوع هذايا اللي مثلا رئيس الجمهورية في الموضوع هذايا بارك في مشروع قانون تعديل الفصل 411 من مجلة التجارية وحتى 410، ويمكن ثم فصول أخرى زاد قائمة في مبادرات بعض نواب الشعب، أيضا صار فيه كثير من اللغط والجدل ما بين ما يدعو إليه رئيس الجمهورية صراحة من محاور ومن تدخلات يشملها التعديل هذايا، وما اللي يوصل في المرحلة الأولى إلى مجلس نواب الشعب ثم في مرحلة ثانية وعاود رئيس الجمهورية يجلس مع وزيرة العدل ومع رئيس الحكومة، وفي المشروع هذا ممكن يوصل من هنا اليوم أو خلال الساعات القريبة القادمة النص النهائي لل 411 وممكن ال 410 زادة. مش نمشي والموضوع شهاب ونجم، كنا في كل مرة نقولها باش تحل الإشكال، ونحكي هوني على معبر راس الجدير في كل اتصال هاتفي مع مسؤولي الأسبوع المقبل في غضون أسابيع، لكن أسابيع طويلة شهاب ثلاثة أشهر المسافرين التوانسة متقلقين، والأخوة اللي بيا معنا اللي جيوا لتونس متقلقين، هو الإشارة راهو فما برشا في اعتقادهم أن المعبر مغلق تماما راهو شهاب ونجم، لكن هو راهو ماهوش مسكر جملة واحدة، لكن صاير فيه مسكر من الجانب الليبي، من الجانب الليبي يعني خاطر فما برشا ماشي في بالهم، يعني فماش حركة عبور بين تونس وليبيا جملة واحدة، هذا اللي شفتو حركة عبور صايرة على معبر هذا هو خاطر في الشارع كي نسمع يقولوا مسكرة ليبيا مسكرة تونس، مش فاهمين برشا متوقعين مسكر جملة واحدة. هو نعيمة حتى نوضحوا الصورة، مش نوضحوا على مستوى معبر راس الجدير، لما يكون المعبر مسكر من جهة من الجهات سواء من الجهة التونسية ولا راهو مسكر
راهم انا اللي سمعته في الشارع التونسي انهم في بالهم فماش حركه عبور جمله واحده. اي ما فماش حركه عبور لانه ما تنجمش طالما انه هو مغلق من الجانب الليبي ما تنجمش انت تتعدى ليبيا لانه هو مغلق. فقط معبر ذهيب وازن وحتى معبر ذهيب وازن اغلق لفتره وجيزه مؤخرا هذا باش تشوفوه بعد شويه هذا هو. ما اغلق ثم عاود رجع وهو احتجاج بعض الشباب تطاوين وغيرهم نتيجه المعامله السيئه اللي قالوا هما تعرضوا لها في ليبيا خلال الايام الاخرانيه ولا يسكروا الطريق المؤديه الى المعبر هذايا في جهه ذهيبه وهذاك علاش اللي صار. وبعد فيسا تدخلت السلطات الجهويه والمحليه وتم اعاده الامور الى نصابها. وهذا من المشاكل اللي خلت المعبر نتاع راس الدير خاصه هو الاكبر ما يحلش خلال الايام القريبه القادمه الماضيه رغم الجهود ورغم اللقاءات نتاع رئيس الجمهوريه بوزير الداخليه عماد طرابلسي وايضا لقائه بالدبيبه في الصين ثم المكالمه اللي صارت نهايه الاسبوع الماضي. رغم كل هذه ثم اجتماع اللي تم البارح وفيه الديوانة التونسية والليبية لكن ما وصلوش للحل وحالوا للملف الكل للسلطات العليا باش نشوفوه. وهذا باش نزيدوا نتعرفوا عليه أكثر مع سي مصطفى عبد الكبير رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان. سي مصطفى صباح النور. مرحبا بك ومرحبا بضيوفك وبكل السادة المستمعين. يعيشك سي مصطفى. البارح صار اجتماع حول آليات إعادة فتح معبر راس جدير أمام حركة المسافرين والبضائع لتسهيل معناها العبور في الاتجاهين. كان جمع لقاء هذا المدير العام للديوانة والمدير العام لشرطة الحدود والأجانب ونظيريهما من الجانب الليبي. شنو أهم اللي صار في الاجتماع هذا معناه؟ احنا كمتابعين على الأقل الوهلة الأولى منذ أن عرفنا أنه الأطراف اللي هي المجتمع عرفنا أنه النقاط المرحلة ليس لها حدود. وما مشيناش في إطار لأنه ثم مواعيد سابقة كما كنتوا تحدثوا الأصدقاء معاك أنه وقع معناه تحديدهم من أطراف عليا وزارات داخلية حكومات جمهورية كذا وكلنا ما التزمش به. أنا أمس في حضور الاجتماع يعني في جملة من النقاط اللي هي أول حاجة أن الاجتماع جاء بأمر من السلطة العليا بطرابلس والسلطة العليا بتونس بعد اللقاء اللي صار في الصين والمكالمة الهاتفية بين رئيس الحكومة الليبي والسيد رئيس الجمهورية قيس سعيد. لكن هل وقت تم يعني دعوتهم للقاء والفتح لأنه احنا مش مغلقين يعني هذه رأي نقطة مهمة راهو انت بتطرح معي الفتح معناها بما كنت عليه مش بأشياء جديدة يعني انا ما غلقتش حتى انه احنا صار خلاف باش نغلق هناك باش تصير لنقاط اخرى. فاذا كان الغلق الليبي جاء نتيجه خلافات على النقاط المطروحه نسمعك. اما انت اغلقت لانه صار لك ضرب امني اغلقت لمده معينه كي رجعت لي بمطالب جديده لشان داخلي شان داخلي اغلق شان داخلي تعطيني الشان الداخلي هذا تم تصديره الى نقاط خارجيه. احنا نعرف ان النقاط اللي تحكي عليها فيها ما نحكوا وفيها ما نتعاملوا وفيها ما نناقشوا وفيها ما نعدلوا وفيها حتى ما نلغوها نهايه. لكن هترجع للوضع الطبيعي وبالتالي ناقشني هي وخلاف احنا لنروح. لكن شكون اللي بلغ الرساله هذه؟ اللي بلغ الرساله هذه امس غايب في الطرف التونسي. اليوم هذا يبلغوا مستشار رئيس جمهوريه ممثل للحكومه وزير اما الاجهزه الامنيه والديوانيه والحامله للسلاح غير قادره على الخوض في المسائل هذه وهي ملزمه ب وهي ملزمه فقط بتطبيق جمله من الاجراءات وقبل تطبيقها والامضاء عليها العوده ولو بالهاتف الى السلطه العليا لانه هو في نهايه الامر هو رجل امني وهو من القوى الحامله للسلاح وهو على نقطه حدوديه لا يستطيع ان يتحمل وزرا اي تعديلات جديده والتعديلات الجديده من ينظر فيها؟ ينظر فيها السياسه لانه هذا هو امس بيت القصيد. وقت اللي ترجع لي انت سكرت لي ظرف معين ما عندكش مشكله معي رجعت لي المره هذه وقلت لي السيارات القديمه لا والمحلقات بكميه معينه والنساء الا بمرافق انا اول حاجه نجم نقولها لك انا بالنسبه لي انا دخلت لي في سيارتي كي تحدث لي عن النساء احنا النساء في تونس
يضبط القانون في التنقل والسفر، وانه القانون التونسي معناه يجوز لهم باش يتنقلوا بمفردهم وهم معناها مجاري فلسطيني وما يحتاجوش لاي وصايه. صحيح. لا من الاخ ولا من الزوج ولا الاب ولا كذا. صحيح. في اي مكان. اذا غير خذيت المثال من النقاط، انت تحدث لي على سيارات، انا السيارات هيك متوفره، اما السيارات هيك كي انت تقول لي لازمها تكون اوراقها مستوفيه نسمعك، اما تقول لي النوعيه هيك والقديمه وكذا، احنا هيك سيارات، ما تقول لي كميه المحروقات، اراه انت كي تحدث لي على كميه المحروقات اللي يجيبها هنا ولا يجيبها المواطن الليبي راه على حد سواء، لان المواطن الليبي شنو؟ راه راس جديد، ماهوش نقطه للسفر للسياحه والعبور نحو مكان اخر ل هو مكان عمل عباره ماشي للمصنع، عباره ماشي للحقل، عباره ماشي للاداره، هو مكان عمل، والدليل لما اغلق فقدت الناس مواطن شغلها، لان الليبي يخرج الصباح من الفجر يعبي شويه صوص ويجيب شويه قمح ويجيب من قرداس صور 150 جنيه و100 جنيه 200 جنيه ويرجع غادي، لانه ما ثمش سيوله ومعاش سي مصطفى. انا المواطن التونسي سي مصطفى رجاء حابين نفهم منك يعني هالنقاط اللي جديده يعني اللي طرحت واللي تونس ما عندها حتى علاقه بها وعمرها ما كانت سبب اغلاق المعبر من الجانب الليبي، وقتاش وقع تداول فيها مؤخرا والا من الاول؟ يعني لانه غريب اللي تحكي فيه الحقيقه، غريب انه ندخلوا في سياسه بلاد وقوانين بلاد. وقع التداول فيها في شهر ابريل عندما اجتمع الوفدان للبحث على سبل العودة. وقتها ما صارش اتفاق، ولا رئيس وزير الداخلية الليبي عماد طرابلسي تنقل بشهر مباشرة بعد يومين باتجاه التراب التونسي والتقى نظيره كمال فقيه والتقى رئيس الجمهورية. وهنا دليل على ان ثم نقاط تم ترحيلها، نقاط خلافية، لان النقاط الخلافية ما عندناش مشكلة معاها، تشابه الأسماء والاكتظاظ والزحمه وتسجيل السيارات، ولازم كاست معناها جيشي باش الطابعه والتسجيل كله ما عندناش معاه، اما هذا ما عمرش سبب باش ترجع كما كنت في الوضعيه قبل، وبحتاج هات نتناقشوا في الوضعيه هنا اليوم. انا اللي نشفق عليه هو انه هذا الشيء اللي صاير للمسؤولين اليوم، المسؤولين الامنيين والديوان ورعاة الحدود يعاني في صعوبات حقيقيه، لانك انت ترحلها في حاجات غير قادر هو على حلها، انت ما ترحلهاش كسلطه، انت تستدعي نظيرك الليبي او تتنقل الى نظيرك الليبي وتنهيها، لانها الامن والديوان غير قادر على الحصر في مسائل ذات ابعاد اخرى ترتبط بشان اخر، شان قانوني، شان انساني، شان حقوقي، شان سياسي، شان مجتمعي، هذا ما يجبش ينظر فيه. السيد هذا مدير عام الديوانه واللي هو حديث العهد بالديوانه، وما ينجمش مسكين ينظر في مسائل هو ما عندهش باب، ما ينجمش ياخذ قرار كيف المدير العام مش من صلاحيته. صحيح. بعد شنو اللي تغير على قبل؟ احنا نعرفوا ان قبل اللي جينا وانا نحن في اجتماعات في الحدود كانت جينا وزير كاتب دولة مبعوث من الرئاسة مع الوالي الجهة، أين والي الجهة في الاجتماعات والكل؟ لأن هذه مسائل الأمن لا يستطيع أن يدفع بقوة ويتكلم بهذا الصوت التي أتحدث به الآن. صحيح. الصوت العالي هذا هو من يصنع التقارب في وجهات النظر. صحيح. من الجانب الآخر، الجانب الليبي قرأ الصورة جيدا وقرأ الوفد دبلوماسي. اللي هو القنصل العام الليبي. اليوم احنا الوفد تراسو زوج امنيين ليس لهم كل صلاحيات ما يتجرؤوش حتى باش يغيروا نقطة واحدة ولا يفضوا فيها بدون الرجوع إلى هو، أنت تبدأ نقص وثيقة في السفر وكذا، يقول لك أنت ويبدأ المسؤول الأول في المطار ولا في المعبر ولا أي مكان، يقول لك بالله يا أستاذ يا فلان انتظر شوي خلينا نراجع المشاور وكذا، لأنه هاكما يخدموا بالتعليمات، فما بالك إذا بياخذوا القرارات. اليوم إذا كانت أنت عندك نية، وهذا أنا أقلق من عام وأزعجني، هو أنك لماذا تغيب عن كسلطة سياسية وكوزراء تمثيل سياسي بإمكانها أن تتحدث خارج حتى الأطر القانونية وتتحدث على عمق العلاقات التونسية؟ اليوم أمس سمعنا لغة وكأن إحنا باش نحبوا يتحدثوا على تونس تتعامل مع يطبق عليها القانون الليبي في التعامل مع الدول الأخرى،
لا يا حبيبي، احنا عندنا اتفاقيات، واحنا نتحدث على شعب واحد في بلدين، واحنا نتحدث على اشياء، احنا الاتفاقيات هذه التزمنا بها حتى ايام الاحداث اللي هي مرض بها ليبيا، وكنا في 2011 و2012 كل الجنسيات تخضع الى اجراءات معينه في الحدود، الا الليبيين يدخلوا بلا وثائق، وين عين يمشي وين عين يتفرقوا سيارته مأمنة ولا مش مأمنة وياكل معانا. باهي سي مصطفى، سي مصطفى لحظة، خلينا نتفاعل معك وانا نتفاهم انفعالك، نتفاهم انفعالك، وطبعا ضروري من وجود تمثيل سياسي تونسي، يعني المسائل هذه تحل على المستوى السياسي، احنا فاهمينها النقطة هذه، ولكن شفناك متفائل يعني من خلال التدوينة اللي نزلتها على حسابك، تقول بالمحصلة فإن الاجتماع كان مهما وتجاوز بعض النقاط المهمة. خليني أكمل لك سي مصطفى، تقول تجاوز بعض النقاط المهمة، سيتواصل التنسيق والتشاور من أجل الفتح في الأيام القادمة، وسيكون للمسؤولين بالبلدين الدور المهم، بحول الله ثم كان الخير وستفرج على الجميع. توا أنت كنت منفعل معانا سي مصطفى. لا أنا منفعل في هذا في رسالتي للسلطات. أي لا، والرسالة اللي وصلتنا، الرسالة اللي وصلت للناس من خلال تدخلك معانا، وأنه الأمر معقد، لأنه ولا الجانب الليبي يتدخل في السيادة الوطنية وفي أمورنا وفي كيفاش أي يعني هذه خارج النقاط، لابد من ترحيلها ولا تطرح من أصله. أمام حتى أوضح لك مثال، تفضل. أنا متفائل، علاش متفائل؟ لأنه نهاية الاجتماع أنا أعطيت صورة وحللت وحطيت النقاط والرسالة للجنسية، قال رسالة المواطن التونسي أنه الاجتماع لم يقفل إلى حد الآن، وتم تعليق الاجتماع لكل الطبق للطرفين من أجل رفع تقارير إلى السلطات العليا لتتدخل، لأنه الإخوة الليبيين يقولوا ثم قرارات ما نجم يخذوها، كان وزير الاقتصاد على مستوى التجاري، ثم قرارات ما نجمش كان يخذها وزير الداخلية على مستوى غض النظر على هذه النقطة، كذلك من جانب التونسي ثم نقاط ما نجم ينظر فيها كان وزارة الخارجية ولا وزارة الداخلية، يعني الزور هذه ونعرفوا أنه احنا ما دام وصلنا نجلسوا حتى كانت تتعدد الجلسات ونوصل انه الموضوع معناه مهتم من اعلى سلطه سياسيه في تونس واعلى سلطه سياسيه في ليبيا. انا نعتقد انه متفائل لانه هذه من الاشياء الايجابيه اللي تنجم تقرب وجهات النظر ونجم يرجع الفتح، لانه المواطن يشعر بصعوبات كبيره في ليبيا كيف مثلا في تونس. بالتالي انا احنا متفائلين. يعني انت تنتظر سي مصطفى انه الاجتماع القادم اللي لمحت له من خلال التدوينة باش يكون فيه تمثيل سياسي تونسي؟ هي أنا الآن اتفقت معك، تمثيل دبلوماسي. رسالتي من خلالك موشرة أنه الاجتماع القادم لابد أنه هذه النقاط المرحلة يشفي من طرحيلها، خذوا فيها حلول مع بعضكم يا سياسيين حتى عن بعد بين السلطات العليا التونسية والسلطات العليا الليبية، خلي أبنائنا وأخواننا الأمنيين التونسيين الليبيين يتقابلوا في رفح الجيش يقول الأرضية ممهدة، خلينا نقولوش أنه النقاط ما نجموش يحسموها يزيدوا عاودوا ورفعوا رايحكم. سي مصفى سامحني على المقاطعة، سي مصفى هل يمكن نقوله تو في ظل الاختلافات، باش ما نقولش الخلافات خاطر ربي ما يجيبش خلافات، الاختلافات في وجهات النظر حول شروط إعادة فتح المعبر، هل يمكن نجم نقوله تو أنه من المستبعد باش تحديد موعد لإعادة فتح ولا التكهن به حتى في خلال الأيام القريبة متاع الأسبوع هذا؟ هو نتكهن بيوم معين صعب، ولكن لا، لكن المدة لن تطول بإذن الله، المدة لن تطول ستكون قريبة. كل المؤشرات حتى في التواصل مع الأطراف المدنية الليبية والوجهة وكعديد من الإخوة اللي هم يحضروا حتى في اجتماعات في زوارة ولا في طرابلس ولا في ونسير ويتبادلوا معهم وجهات النظر، يعني نشعر أنه المسألة بإذن الله، وكذلك ثم حرص حقيقي معناه لاحظناه أكثر من المدة اللي فاتت من السلطات العليا التونسية والليبية للوجود حلول. بقى شنو رسالتي هو أنه اليوم يزهر الترحيل النقاط هذه، أفضلون من يجلسوا يجيبون صاحب القرار على البلاصة آخر القرار سواء كان من الطرف الليبي ولا الطرف التونسي، حسموا هذه المسائل باجتماع مباشر ولا غير مباشر بيناتكم بالعاصمة الليبية ولا بالعاصمة التونسية حتى من يرجع الوقت يلقى روحه معقول.
معقول معقول. انا حبيت نسالك سي مصطفى سؤال اخير فيما يتعلق بمعبر ذهيب وازن. سمعنا وانه مؤخرا تم اغلاقه من الجانب التونسي لفتره وجيزه ثم عاود رجع يخدم. هو صار هذه النقاط احنا اللي مثلا نطرحوا فيها ديما مع الطرف الليبي، هو احترام المواطن التونسي للتراب الليبي وخاصة تجارنا وشبابنا اللي يمشي تاجر يمشي يجلب في بعض المحروقات ولا السلع ولا كذا يقع من حين الآخر دين الاعتداء عليه بالعنف. وصلنا في المدة الأخيرة في رصدير حتى صار أن أحد الأعوان مزق وثيقة رسمية واللي هو وقت استاد تونس وهو مس سور سور. بعد ذلك نشكر الأخوة الليبية تحركوا على البلاصة وتم إيقاف العون اللي تجاوز كذا. فالمدة ثلاثة أيام كيف كيف مجموعة من الشباب تم الاعتداء عليهم من أطراف أمنية داخل التراب، ما دفع هؤلاء الشباب بالتحرك في مدينة وين تم الاعتداء عليهم يا سي مصطفى؟ الاعتداء عليهم داخل التراب الليبي من جهة بوابة وازن. الشباب من جهة رمادة وذهيبة غرقوا واحتجوا غرقوا الطريق لموت، فترة تعطلت البوابة وكيل عادة تواصلون معنا على مستوى رسمي وغير رسمي مدني يعني الناس وجهاء إلى غير ذلك بتقريب مواجهة الغلة عودة الطريق، لأنه إحنا دائما وأبدا إحنا عندنا حاجة إنه وراء قرار غلط منفذ أراه ما يخلو كان السيد وزير الداخلية، لأنه حتى واحد ما هو قادر باش ياخذ قرار غلط، لأنه المعادلنا وموالينا هي تحت إدارة الوزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للحدود والإجراءات. واضح جدا واضح جدا واضح جدا. شكرا جزيلا سي مصطفى عبد الكبير رئيس المرصد التونسي لحقوق الانسان على كل ما افدتنا به. نعود نرجع لك مره اخرى نعيم باش نمشيو لشركة اللحوم الوردية اللي كانت انطلقت نهار 8 جوان في بيع الأضاحي. وكان سي طارق بن جازية المدير العام للشركة قال وصرح انه باش يتم توفير 4000 أضحية للبيع بالميزان. باش نشوفوا الإقبال من نهار الأولاني لليوم اللي هو يعتبر ثالث الأيام كيفاش، وكان صارت شي معناها هكا إشكاليات وإلا حاجة. معنا عبر الهاتف سي طارق بن جازي الرئيس المدير العام لشركة اللحوم بالوردية. صباح النور ومرحبا بك على موجة الإذاعة الوطنية. أهلا بكم وكافة المستمعين وفي الشهاب أحدك. مرحبا. الله يفضلك سي طارق. سي طارق من نهار 8 لليوم قداش حسب التقريب الأضاحي اللي تم بيعها وكيفاش كان الإقبال من المواطنين؟ هو احنا انطلقنا في شركة اللحوم في عملية البيع من يوم السبت اللي هو كون كان يوم عظيم معناتها من حيث الاقبال الاحفاق حقت حتى التوقعات نتاعنا معناتها بصفة كبيرة ياسر. تم ترويج حوالي يمكن 500 اضحية في حدود معناتها يمكن ساعتين او ثلاثة سوايع معناتها دونك الاقبال كان كبير ياسر. بطبيعة الحال المواطنين كانوا يستناو في شركة اللحوم، وصارت حتى بعض الإشكاليات اللوجستية معناتها أنه ما وفرناه من أعوان ومن قباضات ومن آلات وزن ما كفاش المواطنين. رصدنا دخلنا وقوينا معناتها في عدد الأعوان وقوينا حتى في الواحد معناتها في الموازين، واخذنا القرار باش حلينا حتى نقطة بيع ثانية داخل مقر الشركة باش نوسعوا على العباد باش الناس تجي فهمتني ولا وتتزود بالعملية معناتها بالأضاحي بتاعها في ظروف طيبة. اليوم الثاني كيف كيف لم يختلف على اليوم الأول، نفس الإقبال كان إقبال كبير جدا. واليوم الاثنين باعتبار الناس رجعت الخدمة متاعها الإقبال قل، لكن ثم كذلك عملية بيع قاعدة تصير معناتها إلى حد الآن. أمس مثال احنا اضطرينا إلى تمديد في ساعات العمل اللي احنا كنا نسكره ما ثلاثة، سكرنا نقطة البيع متاعنا حوالي الساعة الرابعة ونصف استجابة لعدد المواطنين اللي هم مازالوا يجيوا وتوافدوا على مقر الشركة لشراء الأضاحي. يعني هو سي طارق فما تساؤل جاي، هل انه يوميا يتم توفير عدد معين من الاضاحي والا حسب المواطنين اللي اقبلوا على الشركه؟ لا احنا ما نجموش نعرفوا المواطنين اللي جايين للشركه، لكن احنا بالنسبه لنا احنا الكميات تتجدد بصفه يوميه بمعادل. احنا عندنا ان كادونس معناتها بالخبره بطبيعه الحال عندنا نسق مثال نتاع ترويج حوالي من 300 الى 450 اضحيه يوميا اللي يتباع ونعاود نجدد من الجديد الستوك نتاعنا بصفه يوميه معناتها يتجدد الستوك. اليوم العشيه مثال تجي السلعه اللي هي باش تباع غدوه الصباح معناتها بصفه يوميه يتم التجديد، والعمليه هذه بطبيعه الحال مش تواصل حتى لنهار السبت.
خاطر فما ناس مش في بالهم كان السبت ولا حد معناتها لعمليه البيع فقط، لان هني المواطنين كونوا العلوش موجود بجميع الاحجام من 35 حتى ال 65 كيلو 60 كيلو حتى الى يوم السبت نهار الوقفه العلوش موجود في شركه اللحوم الصباح. هو سي طارق اللي يسمع فينا اللي يسمع فينا تو في عموم التراب التونسي يقول صح عليهم جماعه الورديه. لا مش صح عليهم جماعه الورديه، احنا نقولوا صح لتونس بشركه اللحوم. اي ولكن انت فاهمني شنو نقصد. عاوش نقول لك انا فاهمك وانت فاهمني حتى انا شنو نقصد. لانه سي شهاب ماك تعرف احنا وانت في بالك بجميع المفاوضات اللي صارت فيما يخص تحديد السعر. احنا مثال كشركه اللحوم وانا بصفه شخصيه كان عندي تواصل مع زملائي من عديد الادارات الجهويه على كامل تراب الجمهوريه الى جانب كذلك معناتها بالنسبه حتى لبعض الولايات معناتها في الدنيا ولايات. بطبيعه الحال دائما السؤال متى يتم تحديد السعر المرجعي او ما هو السعر الذي سنضعه كمحرار لترويج الاضاحي على كامل تراب الجمهوريه. وقت اللي شركه اللحوم خرجت للسوق وقالت راهو بالنسبه لنا احنا شركه اللحوم بتبيع ب 21 دينار و900 كل نقاط البيع المنظمه بالميزان على كامل تراب الجمهوريه نوعا ما بنسبه 90% التزمت بالسعر اللي احنا حطيناه. رغم انه هو ما عندوش طابع الزامي فهمتني ولا لا، لكن عنده طابع نتاع مؤسسه راكمت من الخبره ما يكفيها باش هي تنجم تحدد السعر بصفه موضوعيه وحتى نقول لك حتى بصفه علميه. سي طارق عندنا حتى لينورم نتاع العلوش قداش تحب له علفه كيلو الحم معناتها كيلو العلوش الحي قداش تحب له فلوس باش يوصل للاباتاج نتاعه معناتها امورنا علميه. وهذاك علاش وكان فما حتى مفاوضات كبيره ياسر وانت في بالك بها الشهاب مع عديد المزودين الكبار واللي من الاول طلبوا علينا 24 وطلبوا علينا 25 لكن في الاخر ايز سون تاليني على خاطر احنا نعرفوا واقع السوق فهمتني ولا. وحتى بعض البطاحي والرحابي اللي كانت تبيع ب 25 وكل قشاره اللي كانوا ناويين باش معناتها يغولوا في الفتره هذه ب 26 دينار وب 27 دينار شركة اللحوم حدد السعر في حدود 21 دينار و900 الكل مراجعوا الاسعار بتاعهم كما قلت لك نحو التخفيض الى المستوى اللي حددته شركة اللحوم. سي طارق حبيت نسالك بعد النهارين اللي بديتوا فيهم انتم في البيع بالميزان للمواطنين ثم اشاعات خرجت على وسائل التواصل الاجتماعي وحتى من الناس يقول لك السوق اغلبهم اللي جاوا وشراوا بالميزان رغم انتم تبيعوا بالكعبه اغلبهم اللي فائده القشاره اللي هزوا عاودوا نصبوا بهم في بلايص اخرى. صحيح الكلام هذه ولا ان الشركه ما تنجمش؟ لا هذا الكلام هذا ردينا عليه، انا رديت عليه حتى عبر وسائل الاعلام ما صارتش العمليات هذه. هي بالنسبه لنا احنا راهو للناس اللي ما تعرفش شركه اللحوم رانا احنا نعملوا فاتوره لكل علوش معناتها كل علوش معناتها ان موتون ان بون هذا المبدا عندنا احنا معناتها كل علوش عنده الفاتوره نتاعه وتخرج بالميزان نتاعها في خمسه نسخ. نسخه تمشي للمواطن ونسخه تقعد في الباب ونسخه للباقي النسخ هي للعمليات المحاسبيه في الشركه. معناتها يجيني واحد يقول لي راني نحب ناخذ 10 علالش هذه ما نعملوهاش. لكن اللي صار في اليوم الاول وتصدينا له والحمد لله بدعم من المصالح الامنيه اللي نتوجه لهم بالتحيه والشكر اللي عاونونا برشا من اجل تنظيم العمليه نتاعنا، فما مواطنين دي جون صغار فهمتني ولا يجي يربط علوش بحبل فهمتني ولا ويقعد شاد وغادي. تجي انت كمواطن تتوج على علالش ما تلقاش علوش يقول لك اسمع اعطيني 10000 ولا 20000 ويجي يعطيك العلوش هذا فهمتني. صارت الممارسات هذه وتم التصدي لها. لكن كقشاره خذاهم من هنا وباعوا لبرا العمليه صعيبه لانه نعرفهم اولا القشاره، ثاني حاجه ما نبيعوش بكميات كبيره احنا، ثاني حاجه القشار ما يساعدوش باش يشري من هنا بالحاضر خاطر احنا البيع بالحاضر فهمتني ولا باش يمشي ينصب به لبرا وسفاري يتباع له ولا يقعد له ولا. لكن هني قلت لك الممارسات اللي توجدت كونوا فما معناتها اولاد صغار وفما حتى كبار معناتها اللي هم عنده ما يعمل يجي يربط بحبل العلوش اعطيني 10000 ونسلمه لك. وصارت هذه الممارسات كما قلت لك تصدينا لها بفضل المجهودات الامنيه. واضح. معناها يحاول هو باي طريقه انه باش لكن ثم واحد يشد ست ساعات. فقط ان سي طارق عندي سؤال اخير اللي يسمع فينا اللي باش يمشي شركه اللحوم بالورديه اسعار الاضحيه تتراوح بين قداش وقداش؟ اقل يعني سوم تاع اضحيه قداش؟ الموكل قدير وقدره من 80 دينار توصل حتى 1300 اقصاها 1300 ما خاطر كيف ما قلت لك كل قدير وقدره. فما شكون يقول لك ما نجمش نفوت نتجاوز 800 900 علوش على قدي كيما نقولوا. انا بصفه شخصيه
السي شهاب بيعرفني شنو على 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 شنو نحكي. بالنسبه للعلوش اللي موجود اسنا اللي هو جاينا من سيدي بوزيد تنجم تشريه حتى بالغالي عندينا، لكن بعد تالي ترحموا على شركه اللحوم انه النوعيه راهو فما حاجه اخرى اللي هي ما لا تقدر بثمنها. اشواكل العلوش اشواكل بنينه، والسي شهاب بيعرفني على شنو نحكي. يعطيك الصحه سي طارق رئيس المدير العام لشركة اللحوم. على شنو باش يجاوبك؟ على يعرفك على شنو؟ على بنت اللحم. على بنت اللحم. العلوش اشكلها بالضبط؟ يعطيك الصحة. اي يفرق يفرق. للناس اللي تفهم يا شهاب. يعطيك الصحة يا سي طارق، شكرا. شكرا ليك على كل هذه الإيضاحات. باش نمشيو قبل ما نمشيو لفرنسا، للأسف معناها كل مرة نقولوا باش تفرج قضية وباش نلقاو مخرج وباش نفرحوا الناس الكل، لكن كل مرة الصهاينة يثبتوا لنا معناها اللي هما كيما نقولوا احنا لا دين لا ملة. آخرها نهار الأحد صار هجوم على مخيم انصيرات وسط قطاع غزة. نهار السبت أدى إلى استشهاد 274 فلسطيني وإصابة 698 أخرين. ووزير ورغم هذا الكل وزير الخارجية الإسرائيلي يقول إنهم يرفضوا رفض قاطع اتهامهم بارتكاب جرائم حرب. يعني هذا الكل صار باش يتم تحرير أربعة أسرة، شوف معناها قديش استشهد من فلسطيني وهو باقي يعتبروا في الروح وما همش مجرمي حرب. هو قريب 37 ألف شهيد منذ بداية الطوفان الأقصى في 7 أكتوبر لليوم، ونشوف هذا الهجوم الإرهابي اللي قاموا به الصهاينة على مخيم انصيرات يجي بعد ساعات من اتهام الأمم المتحدة ولا وضع الأمم المتحدة لحكومة الصهاينة على البلاك ليست، على القائمة السوداء اللي يغتالوا فيها في الأطفال في الحرب وفي العدوان امتاحهم. شوف قديش من الطفل تم قتله، قديش الطفل تم إصابته إصابات خطيرة جدا. ولهذا قاعدين نشوفوا احنا من الجانب الآخر ممكن اللي يرضينا هو هذا الانفجار داخل حكومة الحرب الصهيونية واستقالة زوز من أعضائها وتخلخل الكرسي نتنياهو في الفترة القريبة هذه، ودعوات إلى ضغط الشارع كبير. الشارع وخاصة عائلات الأسرى وحتى المواطنين العاديين في الكيان المغتصب، وهذا باش يخلي نتنياهو باش يطير. وإذا طار نتنياهو من بلاستو كرئيس حكومة معناها هو راهو باش يمشي للسجن، كان مش ماشي للسجن بقرار أممي من محكمة العدل الدولية اللي طالبة بجلبه، راهو باش يدخل السجن في دولة الكيان الصهيوني خلال الفترة القريبة القادمة. وهذا اللي نتمناه احنا باش يتعاقب على الأقل على الجرائم الحرب وعلى العدوان الكبير اللي قام به على الشعب الفلسطيني طيلة معناها توا 8 أشهر. مدى أهمية وضع الأمم المتحدة هذا الكيان في اللائحة السوداء؟ هو هذا يحرج الحكومة الصهيونية، خاطر توريها اللي هي قاتلة الأطفال، وهي هذا للحاجات اللي ما تحبهمش معناها في العالم تخرج عليهم. ممكن خرج عليهم الأمم المتحدة، قالوا الأمين العام المتحدة هو اللي يلزم يتحط على القائمة السوداء، معناها ديما كلمتهم حاضرة وردة الفعل الانفعالية متاحهم. لكن هم تعرّوا في العالم، وأخطر حاجة معناها بالنسبة للإنسانية وردة فعل البشرية الحرة اللي قاعدة تتحرك وتتضعف في العالم بكل، هي توري اللي هو جيش حرب اللي قاعد يقتل في الأطفال، وهذه أخطر حاجة توجه الدولة والجيش الصهيوني. والبارح في فرنسا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن حل البرلمان وتنظيم انتخابات تشريعية جديدة بعد فوز اليمين المتطرف الفرنسي في الانتخابات الأوروبية. إيمانويل ماكرون كان قال في تصريح لوكالة فرانس بريس إنه نتيجة الانتخابات الأوروبية ليست نتيجة جيدة للأحزاب التي تدافع عن أوروبا، مضيف إنه صعود القوميين والديماغوجيين يشكل خطر على الأمة. هو في الحقيقة هذا مش جديد في فرنسا، حل البرلمان هذه سادس مرة تصير في فرنسا عبر تاريخها. الأولانية تمت في 62 و68 في عهد شارل دوغول، هذا يتيح الفصل 12 من دستور الفرنسي. زاد آخرها تم عام 97 عن طريق شيراك، وقبلها
ديستان زاد صار معاه في عامين 82 و86، معناها هذا شعبية الرئيس الفرنسي قاعدة تتضرب. ولكن اللي صار توا اعتبر زلزال في في أو 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 في اوروبا. هو زلزال في أوروبا كاملة باعتبار تصاعد يمين في كل البلدان، وخاصة بشكل كبير في ألمانيا وبعدها فرنسا وإيطاليا. زاد حزب ميلوني زاد هو اللي ترشح، هي الوحيدة معناها من القادة السياسيين في أوروبا اللي فاز الحلفاء متاعهم. اليوم رئيس الفرنساوي ماكرون قعد بلاش حزام، ومن اللي بدل اسمه اسم حزبه الحزب النهضة نشوفه قاعد يخسر معناها برشا، ويفقد في شعبيته في القاعدة الفرنساوية نتيجة الأزمة ونتيجة الموقف من الحرب الروسية الأوكرانية. وهذه العهدة الثانية متاع الرئيس الفرنسي، صحيح ما عادش بيكون عنده عهدة أخرى، لكن أموره ما هيش باهي للآخر. بعد قليل نفيسة حسني في تأمين موجز الأنباء، نذكر السادة المستمعين والمستمعات وأنه في ركن الملف يكون حاضر معنا مدير عام الأرشيف الوطني سيل هادي الجلد. تسمعوا برامج جديدة على الوطنية في